عمركم كنتوا عايزين تدخلوا على اكونت حد على لينكدين من غير ما يوصل له اشعار او نوتيفيكيشن ان انتوا دخلت على الاكونت بتاعه؟ انا هقول لك ازاي. من خلال اكونت اي حد على لينكدين تقدر تعرف معلومات عن اي شخص من يوم ما بدا دراسته في المدرسه للجامعه للشغل. وانك تبقى عايز تعرف معلومات عن الشخص ده بيبقى عشان لو انت عندك انترفيو معاه او انت مقدم على نفس البوزيشن او عايز تعرف معلومات ازاي هو وصل للشخص ده للبوزيشن ده في الشركه دي. وممكن يكون كمان معرفتك بالمعلومات دي تكون حاجه شخصيه عايز تعرف معلومات عن حد معين. لينكدين بيديك 3 اوبشنز تقدر تظهر بيهم لو دخلت على اكونت حد. اول حاجه هو ان انت تظهر باسمك وشركتك وكل معلوماتك، وهو ده النظام الطبيعي لما يكون عندك اكونت لينكدين لاول مره. تاني اوبشن انت ممكن تظهر بيه لما تدخل على اكونت حد، لما يجيله نوتيفيكيشن هيقول له انت بتشتغل ايه، البوزيشن بتاعك في اي شركه. وتالت اوبشن وهو اخر اوبشن انت ما تظهرش اي معلومات ويجيله ان في حد مجهول دخل على الاكونت بتاعك وشاف المعلومات بتاعتك. ازاي تعرف تختار اي شكل من الاشكال انت عايز تظهر للشخص ان انت بتخش على الاكونت بتاعه؟ بتدخل على البروفايل بتاعك وبتضغط على صورتك، وبعد كده بتختار سيتنجز، ومن السيتنجز بتختار الفيزيبيليتي علامه العين دي، وبعد كده بتختار اول اوبشن هو البروفايل فيوينج اوبشنز، وعندك 3 اوبشنز زي ما انت شايف، يور نيم اند هيدلاين، او تاني اوبشن هو البرايفت بروفايل كاركترستكس، يا اما تالت اوبشن هو البرايفت مود، وده اللي انا عامل عليه تيك بالاخضر جنبيها، ده معناه ده المود اللي انا مختاره اطلع بيه عند الناس، وكمان ده اللي انا هستقبله. اوحش حاجه في الموضوع ده ان انت لو اخترت اي اوبشن من الثلاثه هو ده نفس الحاجه اللي هتوصل لك لو حد دخل على الاكونت بتاعك. يعني انت لو كنت على البرايفت مود، لو اي حد كمان هيدخل عندك كمان انت مش هيجي لك معلومات عنه، وهيقولك ان في حد دخل عندك بس مش هيظهر لك هو مين ولا بيشتغل فين او اي حاجه. شكرا.